أهلا من جديد مشاهدينا الكرام، نمضي ونتواصل معكم عبر صباح الشروق على الهواء مباشرة. وصلنا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى فقرة الشروق نت التي من خلالها نحلل أبرز الأخبار الواردة في موقعنا على الشبكة العنكبوتية شروق نت. والتحليل دائما كل أحد برفقة الدكتور عبد الملك النعيم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بك، سعداء جدا بك حسام، وتحية لك ولكل مشاهدي صباح الشروق في هذا اليوم. مرحبا، أهلا بك. إذا نبدأ هذه الجولة من هذا العنوان: المهدي يلمح لإمكانية تدخل الجيش لتصحيح مسار الانتقالية. طالب الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي قوى إعلان الحرية والتغيير بعدم الاستهانة بالتيار الإسلامي لما له من قوة وعتاد ومال، مشيرا إلى ما وصفه بوجود أخطاء كارثية في ممارسات حكومة حمدوك، فيما لم يستبعد المهدي تدخل الجيش لتصحيح المسار. وخاطب المهدي يوم أمس السبت اللقاء الجماهيري الحاشد بميدان المولد وسط مدينة الدمازين ضمن سلسلة زيارات للولايات. ودعا أيضا المهدي الأطراف بالساحة السياسية السودانية إلى ضرورة تغليب مصلحة الوطن العليا وتجنيب البلاد الانزلاق نحو مصير مجهول، ونبه إلى أن إجراء الانتخابات المبكرة هو الحل الوحيد للخروج بالبلاد من هذا المأزق. أيضا من خلال هذا الحديث نصح التيار الإسلامي أنه يقبل بحوار وطني يتوج بمصالحة وطنية شاملة، ودائما ما كان ينادي إلى بمائدة مستديرة، اليوم ينادي أيضا بمؤتمر جامع يشارك فيه كل أهل السودان. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الصادق المهدي بوصفه يعني رئيس حزب الأمة القومي، وبوصفه أيضا شريك ضمن منظومة قوى إعلان الحرية والتغيير، هو الحقيقة ظل يعني يتبنى مواقف يمكن في كثير من الأحيان ما بتتفق مع قوى إعلان الحرية والتغيير اللي هو جزء منها، وهي بتعتبر بادرة كويسة أنك أنت يكون داخل منظومة ويكون عندك رأي عندما يعني تخالف المجموعة التي معك. لكن الشاهد في المسألة أنه قوى إعلان الحرية والتغيير هي واحدة من الأشياء اللي بتستقوى بها وجود الإمام الصادق المهدي، اعتبار أنه حزب يعني عنده وزنه وعنده تاريخه، وهو آخر رئيس وزراء يعني أطيح به في 89. القوى إعلان الحرية والتغيير برضو بتتقوى بالجبهة الثورية باعتبار أنها مجموعة بتاعت 7 مكونات، والإمام الصادق المهدي جزء منها، والاتحاد الديمقراطي جزء منها، زائد المجموعة العسكرية. لكن واضح جدا أنه الأداء الفعلي للحكومة الانتقالية في رأي الصادق المهدي أنه هو غير مناسب، وأنه فيه كثير جدا من الاتجاهات بتاعت الإقصاء والإبعاد وعدم قبول الآخر، وصفها بأخطاء كارثية، وهو وصفها بأخطاء كارثية. كان يمكن برضو أنه يكون حديثه ده داخل المنظومة نفسها، يعني يؤثر في قوى إعلان الحرية والتغيير، ما يترك لها المجال هي تتخذ قراراتها بأقلية داخلية، وبعد ذاك هو يعني يتحدث وينتقد من خارج إطار المنظومة اللي هو جزء منها، فبرضو بيتعين عليه أنه يحدد موقفه من المنظومة كلها، قوى إعلان الحرية والتغيير، وهل هو يعني موافق على كل ما تقوم به؟ إن لم يكن موافق ما هو دوره؟ لأنه إحنا عارفين جدا إنه الدكتور إبراهيم الأمين هو ممثل حزب الأمة في الوفد اللي كان بيتفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري في ذلك الوقت، يعني معناه الصادق المهدي حزبه على الأقل كان شريك في كل هذه الأشياء، فهو الآن بقت له المسألة فيها درجة من الصعوبة. أنا ما أقول إنه الصادق المهدي، لأنه مواقفه برضها فيها قدر كبير جدا من التوازن وفيها قدر كبير جدا من الاعتدال، عشان كده هو بيدعو مثل هذه الدعوات. حديثه عن إنه لا يستبعد دخول الجيش في هذه المرحلة لأنه شاعر بأنه 3 سنوات و3 شهور على الحكومة الانتقالية وهي لم تؤدي أو يعني تبدي الأولويات للمهام بتاعت الفترة الانتقالية نفسها، وتنشغل بقضايا أخرى خاصة بتصفية النظام السابق والتمكين وإلى الآخر، على حساب احتياجات المواطن من جانب، وعلى حساب يعني موجبات المرحلة الانتقالية من الجانب الآخر. السبب ده هو الخلى الإمام الصادق المهدي يقول إنه لا يستبعد أنه الجيش يمكن أن يحسم أي تصرفات ممكن تكون غير مسؤولة. الصادق المهدي عنده دعوة برضو سابقة لإجراء انتخابات مبكرة، والكلام ده يتقال يعني 3 سنوات و3 شهور، بيفتكر إنه في الفترة دي إنه تسيطر عليها أحزاب
ما منتخبة برضو ده أمر كثير جدا، فيجب أن برضه تكون الفترة قصيرة جدا لأداء مهام الفترة ما بعد الانتقال، وليمكن ترتيب البيت من الداخل لكل حزب، وعلى ضوء بعد كده تجرى الانتخابات، والذي ينال ثقة المواطنين هو الذي يكون جدير بأن يحكم السودان. أشار أيضا إلى مراقبة المجتمع الدولي لما يحدث في السودان عن كثب. وطبعا المجتمع الدولي ده ما جزء من المنظومة كلها، يعني اللي احنا لما نتكلم عن وضع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لو ما المجتمع الدولي بكل مكوناته سواء كان اتحاد أوروبي أو أمريكا أو تنظيمات أخرى، لو ما شعرت بأن والله في تقدم في السودان، هي ما بتتحمس لأنها تدعم السودان في هذا الاتجاه. مسألة إعفاء ديون نادي باريس كلها كانت مربوطة برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن دعنا ننظر في الداخل ماذا حدث من تقدم وتطور الإرهاب ووضع السودان في هذه القائمة، والعقوبات الاقتصادية كلها فرض على حد نظام سابق، والنظام ده الآن أطيح به بثورة شعبية. مع ذلك تظل هذه العقوبات قائمة ويظل وضع السودان قائم لأن المجتمع الدولي براغب. فالمجتمع الدولي ده أبدا ما بعيد من ما يحدث في السودان أو في أي دولة أخرى، وعنده تأثيراته سواء كان سلبا أو إيجابا. نعم.